إيكو تولك معايا بالهاتف الدكتورة روضة الجفريش. عسلامة دكتورة. مرحبا. مرحبا بيك. حسب المرصد التونسي للمياه، نسبة السدود بلغت اليوم 27 أوت 23.2%، ما يقابل أكثر من 545 ألف مليون متر مكعب، مع العلم أنه سدود الشمال ممتلئة أكثر، يعني 27.9% نسبة الامتلاء، سدود الوسط 7% وسدود الوطن القبلي 3.6% فقط. هل الأمطار الأخيرة زادت في منسوب المياه؟ والله من 14 اوت حتى لتوا دخلوا تقريبا السدود 5 مليون متر مكعب، وهذوما ما يكفيوش حتى التبخر اللي عندنا اللي هو ما بين 0.5 و 0.6 مليون متر مكعب في اليوم. يعني في ال 13 يوم هذوما خسرنا قريب ال 7 مليون متر مكعب. يعني الايرادات اللي دخلت ما غطاتش حتى التبخر اللي موجود، يعني ايرادات ضعيفه وضعيفه جدا. أمطار رعدية متفرقة في البلاد الكل، ماهيش في المناطق اللي فيها سدود. وتعرفوا أنتم اللي ما الأمطار هذه يسميوها فلاش فلاد، يعني أمطار ضعيفة وفي وقت معناها قوية لكن في وقت ضعيف برشا. في حالة الجفاف الموجودة، يعني الأرض معناها يابسة، المياه هذه مش تجرف خاصة الأوحال والأوساخ والكل، دونك ما عندهاش جدوى كبيرة في الإيرادات في السدود. يلزم أمطار كبيرة على مدة كبيرة، المطر تصب كل نهار، وهذا مش ممكن يصير في شهر أوت، قد يكون في سبتمبر ولا أكتوبر. دونك الإيرادات ضعيفة وضعيفة جدا للسدود، ما غطاتش حاجيات حتى تبخر في نفس الفترة. المخزون في السدود ضعيف وضعيف جدا. في الشمال صحيح 27.8%، لكن السدود اللي حشتنا بهم هما سد سيدي البراق خاصة وسد سيدي سالم، اللي سد سيدي سالم فيه 18.6%، معناها سد سيدي سالم إذا ناخذوا من عنده تقريبا ناخذوا منه تقريبا 0.8 مليون كل نهار، معناها المخزون اللي فيه ما شدناش 20 يوم ولا أقل. وسيدي سد سيدي البراق ما نجمش يعطينا الكمية الكافية لأن فما مشكل في التحويل نتاع الماء. طاقة تحويل من سد سيدي البراق إلى سد سجنان، يعني فما مشاكل تقنية، خلاف معناها قلة الموارد، قلة الإيرادات، قلة المخزون في السدود. المخزون اللي في السدود الكل ما نجموش نستعملوهم الكل، كما في سد بربرة مثلا عندنا فيه 53 مليون لكن ما نجموش نستعملوها لأن فما مشكل تقني في السد. دونك فما مشاكل تقنية، مشاكل في من ناحية استيعاب القنوات نتاع التحويل، تخلي اللي كميه حتى كميه الماء اللي عندنا موجوده ما نجموش نستعملوها الكل في ظل معناها انحباس الامطار وتواصل قله الايرادات للسدود. هذا هو، ومعتها اليوم في الخطاب السياسي دايوغ معتها نقرأ زادة كيف على صفحة المرصد التونسي للمياه، يقول لك معتها الشح المائي ولا الحالة اليوم تغير المناخي لا تتحمل الخطابات الشعبوية، على خاطر شفت كي نبدأ نحكي وهكية فما ناس بتكذبك تقول لك تيزي معتها من المبالغة، وانت معتها ذكرت بعامل مهم اللي حتى كي ما تصبش الشتاء معناها ولا تصب معتها المطر راهو فما عامل التبخر، يعني هو بطبيعته معناتها في السخانة هذه يزيد ينقص الماء، دونك يلزموا معناتها لازمنا كميات هامة باش نحكيو على زيادة في المنسوب مع المشاكل التقنية. اليوم الحلول حسب رايك معناتها اون اورجونس اليوم شنو هي الأولويات دكتورة؟ شوف لالا، وزارة الفلاحة تقتصر على معناها نشر المعطيات هذه. سمعناش معناها خطاب سياسي خلاف هذا، ما خرجوش قرارات جديدة فيما يخص تنشر لنا في المعطيات هذه، وكهو ما فما حتى خطاب يقول راهي الوضع مش باهي، راهو فما جفاف. بما أنه السيد رئيس الدولة خرج وشاف الماء وقال فما الماء، دونك كهو الناس كل ولاد خايفة، حتى حد ما عاد يحب يقول ما فماش ماء. إيش احنا نعرفوا خير من السيد الرئيس، السيد الرئيس مشى وشاف الماء، شاف بربرة معبي صحيح فيه 89%، أما بربرة فيه مشكل تقني ما نجموش ناخذ منه الماء. ومشكل تقني عنده سنوات، مش اليوم مش يتحل باش نجم نستعملوه من 50 مليون متر مكعب، وجاية أمطار وتمشي المياه هذيك الكل ترجع للجزائر، لأن واد بربرة يجي من الجزائر ويرجع للجزائر وعليه سد بربرة.
اهي معني يعني ما فماش خطاب سياسي، ما فماش. المرصد الوطني راهو هذايا ستي ون جي، راهي اهي هي جمعيه، هي جمعيه ما عندها بالضبط. حتى علاقه لا بالسياسه، لا هي هي جمعيه جمعيه. معناتها اي هي جمعيه نحكي لك معناها على معناتها لي كونستا نتاعها، شنو قاعده تلاحظ الجمعيه هذيا وشنو قاعد يقال في المقابل معناتها سياسيا في الخطاب اللي فيه كما قلت انت برشا شعبويه. اليوم نجم نقولوا معناتها وصلنا لمرحله الشح المائي. انا ما نقولش، انا ما نقولش شعبويه، انا الرئيس مشى وشاف فما الماء، صحيح فما الماء في بربره، فما الماء. اي مشكل الدوله كونها ما تنجمش تستعمل الماء هذاك لان عندها مشاكل تقنيه. لكن الماء هذا متوفر في سد واحد. عندي الماء، اجبد الماء واعطي للناس الماء، ماله مادام قلت عندي الماء. انا ما نقول خطاب شعبوي، انا نقول فما خطابات غير ملائمه للوضع اللي نشوفه فيه احنا الخبراء والا الجمعيات هذه كيما المرصد. طالبنا عنا قديش من عام من الجفاف من 2015، طالبنا انا كان ترجع وتشوف طالبت علينا حاله الطوارئ عندي اكثر من 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين. الدوله بما انها ما اعلنتش حاله الطوارئ ماهيش مصدقه اللي ما فمش ما ولا فما حاجات اخرى احنا الخبراء ما نعرفوهاش. اللي تهم السيكوريتي نتاع الدوله احنا ما نعرفوهاش. اي جوست ما هي مصلحه يعني اليوم مصلحه البلاد، مصلحه تونس والتوانسه انا نحطوا صبعنا نقولوا فما مشكله ونلقاو الحلول، مش انا نقولوا العكس. هذا هو معناها يا لالا، رانا راهي الدوله ماهيش قاره اللي هو فما مشكل. اي الدوله ماهيش قاره اللي هو مشكل. انت شوف الجلسه اللي عملها رئيس الحكومه، خذال رئيس الحكومه اليوم من غدو عمل جلسه بوزاره الفلاحه وبالوزارات الاخرين على مشكل الماء. ما تذكرش كلمه معناها الجفاف ولا كلمه معناها الشح المائي ولا ما تجبدش هذايا بالكل. اي مازال طالب يحينوا مجله المياه، معناها مجله المياه من 2009 وحنا نعاودوا فيها لتوا ومازلنا مش نحينوا وندخلوا فيها عقاب المتسلطين والمتعدين على المنشآت المائية وعلى الموارد المائية. اللي هو مشكل صحيح معناها. هي الحكومة ماشي قارة اللي هي فما مشكل في الماء. صحيح. يا أخي الوزارة تخرج، الوزارة هي اللي مسؤولة على البوليتيك دو ليتا في الماء. الوزارة وزارة الفلاحة هي اللي تخرج. تخرج قرارات وتعلن حاجات، هي ما خرجتش. أي. ما أعلن حتى شيء. اي هو يقول لك فايده احنا تنقولوا وقت اللي المواطن يسمع كان الدوله، يسمع كان المؤسسات الدوله. اي بالضبط هذا هو معناها المعطيات هذه موجوده، اي مواطن ينجم يقراها. يولي كلام يولي كلام الخبراء معناها ما عادش يتسمع معناها هنايا، ومعناتها وكيفاش يقول معناتها الانسان معناها باش يمشي للطبيب ويداوي يزمو ديجا هو يستعرف اللي هو مريض باش يمشي للطبيب ومعناتها وياخذ يتلقى علاج. احنا في مرحله النكران معناها اوني دون لو ديني، معناها نحكي على القليله سياسيا. الدوله نفسها اللي مثلها رئيس الدوله والمؤسسات نتاعو والوزارات نتاعو ما همش مقرين اللي فما مشكل في الماء. يتقال في بين بعضهم، يتقال في جلسات مخفيه نوعا ما، اما ما هوش معلن اعلانا صحيح وواضح للمواطنين. علاش باش ما نخوفوهمش؟ الناس الكل تقرا فيه التقرير اللي يخرج كل نهار نتاع وزاره الفلاحه اللي في المرصد نتاع الفلاح. اللي قلته لك انا ولا اللي قالوا المرصد موجود كل نهار. يا اخي في بلدان اخرى كي يخلطوا 30 و40% من المخزون يعملوا لالير. احنا في 23% عندنا زوج سدود نجموا ناخذوا منها، عندنا مشاكل تقنيه. عندنا علم يقول كذا وكذا، عندنا تنبؤات، عندنا دي بروسبكتيف تقول كذا وكذا، الدوله مش حابه تاخذها بعين الاعتبار. علاش اليوم الريزيستانس هذه دكتور؟ علاش اليوم الريزيستانس هذه من 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 طرف الدوله؟ علاش ماهيش معناتها تاخذ في كلام الخبراء وماهيش تلقى حل للمشاكل التقنيه؟ حسب رايك المشكل معناها فينانسي معناتها مالي والا فما مشكل من نوع اخر؟ شوف اول واحد مسؤول باش يعطي تقارير صحيحه وارقام صحيحه ومعطيات صحيحه هي الدوله، هي مؤسسات الدولة. وقت اللي وزارة الفلاحة تنشر لي معلومة وأني نقراها كخبيرة ونقول لك راهو رد بالك راهو ما فما حد شيء والوزارة نفسها ما تعمل شيء، فما مشكل كبير. يا إما الأرقام هذيك ما تعطيش الواقع الأصلي، وإلا خايفين من حاجة ما يحبوش يعلن عليها
ولا فما معطيات احنا الخبراء ما نعرفوهاش، ما نعرفش يعني ما نجمش نقول لك معناها علاش الدوله ماهيش قادره تخرج. هاو سيد الرئيس قال لك ما فمش مشكل في الماء، كيف تحب هالناس سي البي دي جي نتاع السوناد تنحى على خاطر قال فما جفاف وفما نقص في الموارد البيئيه، تنحى في نهارو. الناس ما عادش تحب تحكي على نقص في المياه وشح مائي وجفاف، قال لك لا السدود فيها الماء. اي فيها الماء، اعطي الماء للعباد مال. اي هذا ماهيش قاعده تاخذ في الماء. هذه المشاكل التقنيه الكل معناها مع الشح المائي معناتها اللي وصلنا له اليوم، معناها الناس ما تشوف معناها في المناخ يظهر لي معناتها مش لازم خبير باش نفهموا معناتها اليوم اللي ما فماش كميه امطار كافيه، لكن معناتها مع هروب معناتها سياسيا، لكن باش يجي نهار ونلقاو رواحنا معناتها قدام الامر الواقع، وقتها شنو نعملوا؟ ما عندك ما تعمل حتى شيء، مش تطلب ربي يقول لك يا ربي نزل لنا المطر، كهو ما عندك ما تعمل، ما عندك ما تعمل دون 30 جور ما عادش عندك ماء في السدود اللي تنجم تحوله راه باش تعطي للسوناد. هذا السوناد بركه، خاصه وان الفلاحه ماهيش قاعده، المناطق السقويه الفلاحيه المرويه ماهيش قاعده تاخذ في الماء من السدود. توا جاي سبتمبر، الناس تزرع ولا ما تزرعش؟ يزرعوا البطاطا ولا ما يزرعوش البطاطا الشتويه؟ منين باش يسقيوها؟ هذا الكل ما فماش، ما نعرفوش، الناس تستنى في المطر وكهو قاعدة مانيش لهنا. ايش تحب نقول لك انت؟ لا يا اخي اني ما شكون اللي يلزمو يتكلم؟ السونات تتكلم ولا روضة القفاش تتكلم ولا المرصد يتكلم؟ لا هو لازم الكل تتكلم دكتور. طلبنا على حالة الطوارئ وطلبنا قلنا راهو الوضع صعب وراه يلزم اجراءات استثنائية ويلزم مراقبة معناها معناها استنزاف الموارد المائيه الجوفيه، لان احنا الماء هذا اللي في السدود نشوفوا فيه، اما اللي مانيش قاعدين نشوفوا فيه هي المائده الجوفيه المستنزفه اللي السونات تاخذ منها تقريبا 50% من الموارد نتاعها. معناها وقت اللي الابار قاعده تنشح ولا قاعده المنسوب نتاعها قاعد ينقص، منين باش تجيب الماء؟ وحتى كان في مناطق مستنزفه تاخذ المياه السطحيه، ما عندكش مش تاخذ مياه جوفيه، باش تحفر بئر عميقه جديده تحب لك 8 شهور و10 شهور. ايه انا في اكتوبر مش عارفه عندي الماء ولا ما عنديش. الحاله معناتها اليوم مستعصيه، الحاله صعبه، خلينا نقولوا اليوم معناتها الافضل انه الناس كلها معناها تعترف انه الحاله صعبه ونلقاو حلول، يعني ماهوش نقد لمجرد النقد كما معناتها ينجموا يقراوه البعض. معناتها بالطبيعه نعرف فما برشا ناس معناتها يسمعوا واعين انه فما المشاكل هذه ولازمها حل، واليوم معناتها الهروب الى الامام ماهوش هو الحل، خاطر هذه ساعه مشكل مش حتى على مستوى تونس، على مستوى العالم. اليوم نحكيوا على الشح المائي التغيرات المناخيه، المشاكل التقنيه دكتوره اش معناها كي تقول مشكل تقني في السد؟ مشكل تقني في السد لان فما سد بربره مثلا عندهم مشكله في ضخان الماء، المضخه معناها المضخه غارقه برشا، موجوده في الحوض نتاع السد غارقه برشا، دخلوا فيها اغصان نتاع الجار دونك ما ينجموش يستعملوها، قاعدين يحاولوا يصلحوا فيها عندهم اشهر واشهره، معناها ما نجموش يصلحوها دونك ما نجموش يضخوا كميات المياه اللي نجموا يضخوها ويحطوها في التونال اللي موجود في الجبل باش الماء يمشي للسد بوهرت ما دونك مشكل تقني، الماء موجود وما نجموش يستعملوه، معناها فما مشكله تقنيه ماهيش باش تتحل الشهر هذا ولا الشهر الجاي ولا في 3 شهور، خاطر عندهم سنوات وهم يحلوا في المشكله هذه. دونك هذا وزارة الفلاحة تعرفها، ماشي حاجة جديدة، احنا نعرفوها الخبراء، نعرف نتبعوا في كل شيء، إذا كان الدولة نفسها ما تقرش اللي عندها مشاكل وعندها تأخير في وضع الحلول اللازمة لمجابهة معناها قلة الماء، ونحب نذكر أنا لهنا اللي حتى كان السدود نتاعنا وهذا ديما نقولوا حتى كان السدود نتاعنا الكل معبية، والمائدة المائية نتاعنا معبية، رانا احنا تحت خط الفقر المائي اللي عندنا اقل من 400 متر مكعب للفرد الواحد، يعني احنا تحت خط الفقر المائي. اذا كانت الدوله ماهيش مستعرفه بالمؤشرات هذه على الدنيا السلام ما نجموش نعملوا حتى شيء، لان حتى شيء ما يصير في حتى مؤسسه الا بحاجتين، التشريع اللي هو القانون والعلم. التشريع والعلم، غير التشريع ما تنجم تعمل شيء، العلم وحده ما يمشيش، ومن غير العلم بالتشريع بركة
ما يمشي حتى شيء. المجلة اللي ومعلومة خذت كانت وقت تذكره طويل والخبراء اللي قالوا كلمتهم، مش انت كهورة، وحتى معناتها نشوف في تصريحات زي للجرايد حسين الرحيلي زي كيف قال نفس الشيء، مشاكل او فما مشاكل تقنية يا وليدي، معناها نفس الكلام اللي طبعا. قاعد يتقال. دونك اليوم نحكيه على توا احنا شوف احنا واعيين اللي البلاد نتاعنا عندها ازمه كبيره، ازمه ماليه، ازمه اقتصاديه، ازمه سياسيه، احنا واعيين، لكن على الاقل خرج لنا قرارات استثنائيه، خلي الناس تفهم ان الوضع صعب، خلي الناس تستحفظ على الماء، خلي الناس ما تبذرش، خلي الناس تستحفظ على الغذاء، لان الغذاء هو مال، الغذاء ننجوه بالماء. راهو المواطن التونسي يشري من عند السوناد 120 لتر في اليوم، لكن باش ياكل يلزمه بين 3000 و6000 اللتر في اليوم، اللي مش تجيبها له هذه وقت اللي ما عنديش ماء في السدود. صحيح. يلزمك توعيه، ويلزمك تجيب له معناها موارد جديده، ويلزمك تجدد القنوات نتاعك وتنحي الضياع نتاعك. شنو رئيس الدوله قال لك يا اخي يا اخي القنوات مهترئه، كان في 2024 وقت اللي فما انتخابات. لا هي يرجع مهترئة من للتقارير قبل. بتاع الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، يرجع يقرأ التقارير اللي تخرج فيه وزارة الفلاحة كل سنة، يقرأ التقارير بتاع دائرة الحسابات في تونس. هاي. فاشتني أنا قلتهم روض الجفريد أنا نعود فيهم، لكن موجودين في تقارير الدولة. إذا كانت الدولة نفسها مش مستعرفة بالتقارير نتاعها، شكون مش يستعرف بيهم؟ إذا كان التقارير هذه فيها أرقام وإلا مؤشرات غلط تصلحهم لنا. بالضبط هذا هو، مش معقول هذا. احتراق شبكه المياه هذه معناتها حاجه نعرفوها عندها سنين، وفي مناطق اكثر من مناطق كيما مناطق الحوض المنجمي وكيما مناطق اخرى اللي يقص فيها الماء، معناتها توا مده سنين كل صيف يقص عندهم الماء، معناها تمشي غادي سور بلاس توا يقولوا لك في قفصه ولا في في في, في غيره، هذا كله معلوم. معناها دكتوره الحاله لا اليوم ماهوش معلوم، ما هو سامحني انت تقول لي معلوم، ماهوش معلوم عند المسيرين، ما هوش معلوم. وقت اللي انت تمشي تعمل محطة تحلية في جابس باش تعطي الماء لجابس ومدنين وتطاوين، وقت اللي الضياع اكبر نسبة ضياع في المنشآت وفي القنوات موجود في تطاوين، يعني الماء اللي مش تنتجه المحطة ما يغطيش حتى كمية الماء الضايعة في القنوات. معناها تمشي تنتج لي انت مياه ب3000 في المحطه وزيدها دينار تقريبا باش تخزنها وتعملها ترانسبور والاليمونتاسيون تاع المناطق، وقت اللي الماء هذاك الكل مش يمشي في القنوات ويمشي في الارض. اي معناها اصلاح الشبكه اليوم اولويه بطبيعه. سامحني اي هذا موجود في تقارير الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه، راني ما جبتوش من دماغي. اليوم هل يعقل تقول لي هاني نعمل في محطات تحلية؟ محطات تحلية ما عندهم لازمين، لكن بالكمية اللي يضخوا فيها في قنوات مهترئة وفيها ضياع ما عنده حتى جدوى، ما أو عنده حتى جدوى. المشاكل التقنية اليوم هي أولوية، دونك إصلاح الشبكة، شبكة التوزيع، إصلاح السدود طبعا قبل ما ننتج، ولا في نفس الوقت اللي ننتج موارد جديدة، ولازم إنتاج موارد جديدة من التحلية، يلزمني في نفس الوقت نجدد القنوات نتاعي ونعمل لهم لينوفاسيون ونحط عدادات ذكيه باش نتبع استهلاك الماء في كل شيء مش كان عند السوناد. بالضبط. هل يعقل معناها السوناد عنده 3.2 مليون عداد في الجمهوريه؟ وش وزاره الفلاحه عندنا تقريب 150 الف بئر، وعندنا تقريب قول يا سيدي 100 قول يا سيدي 200 ألف بئر عميقة، هذوما مع بعضهم 350 ألف، تنجمش تحط لهم عدادات باش تعرف الناس اش قاعدة تجبد، وين ماشية الماء، كيفاش نجم تخطط أنت بموارد ما تعرفش شكون قاعد يجبد فيها وقداش يجبد، كيفاش نجم تخطط؟ أون توكا هل يعقل هذا؟ هذا وراه لوبيات، صحيح كلام السيد الرئيس صحيح، فما ناس ما تحبش الوضع المائي يتحسن، فما ناس ما تحبش تخلص الماء، فما ناس تحب تجبد الماء كي ما تحب هي، ما يحبش لا عليها رقيب ولا حتى حد يكونتروليها. لكن هذا من مسؤولية وزارة الفلاحة، سمح واضح. هي المسؤولة على حماية الموارد والصيانة نتاعها والتحكم في الاستغلال نتاعها، مش حد آخر. هي غير قادرة تعلم رئاسة الجمهورية وتقول لها راني ما نجمتش هذه. واضح، شكرا ليك الدكتورة روضة كفريش. احنا إجراءات استثنائية لأن الوضع استثنائي في البلاد، الوضع الوضع استثنائي، استثنائي ما تنجمش تحكم فيه بعادات وبقوانين عادية متاع وضع عادي، يلزم معنا قوانين استثنائية، الردع،
محاربة الفساد صحيح، فما فساد في الماء موجود، فما لوبيات في الماء موجود، لكن زاد على الوضع المائي في السدود واضح للجميع، كمية الماء ضعيفة وضعيفة جدا، معناها تخوف بالضبط. هذا هو شلل لا يقدر للاقتصاد. هذا هو. شكرا لك دكتورة خاطر جاي وقت الأخبار، دونك شكرا لك دكتورة روضة قفريش، رجعت على أهم النقاط والأولويات، خاصة اليوم الأولويات التقنية وتشريعية أيضا، باش نلقاو حل للمياه وما نحطوش المسؤولية كان على ظهر المواطن بطبيعة، فما الصناعات والفلاحة وإلى آخره، الناس كلها تتحمل اليوم المسؤولية الوضعية اللي احنا فيها في تونس. خلي بلاصتي لصفية المحرر باش تقدم موجز الأمن.